أكثر من 70 رحلة جوية أجلتها أو ألغتها خطوط أيروفلوت الروسية من مطار شيرميتيفا خلال 24 ساعة الماضية، وإجازة عديد المسافرين الخاصة بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة تحولت إلى كابوس بعد أن حوصر المسافرون داخل المطار جراء تعطل حركة النقل الجوي بسبب العواصف الثلجية. نخشى بعد حصولنا على بطاقة الركوب وتجاوز مراقبة الجوازات ألا يرانا أحد مرة أخرى، فنحاصر إلى غاية اليوم الموالي. نناقش الآن توقيع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مقابل الأضرار المالية والأدبية للمسافرين. من جانبه، منع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين خروج موظفين في إجازات ما لم يتم تجاوز حالة الفوضى في المطارات، داعيا إياهم إلى التحرك والعمل.